أفعى النرد أو أفعى الماء. هي أفعى غير سامة يصل طولها إلى 1.5 متر. مرحبا، أنا مصطفى سيف من مدينة الموصل، طالب بقسم الإعلام وعمري 20 سنة. هوايتي صيد الأفاعي وتربيتها، وبالنهاية أطلق صراحة حبيت التعامل مع الحيوانات من أنا وصغير، لأن عندنا مزرعة وتعاملت مع الحيوانات وبالأخص الأفاعي. الأفاعي على عكس الناس أنا ما أخاف منها، بالعكس كثير من الناس يخافون من الأفاعي، وهي الأفاعي بالغالب تكون مسالمة، والأنواع المنتشرة في مناطقنا هي أفاعي غير سامة، على عكس ما نسمعه من الناس من خرافات. أكو قواعد عامة نقدر نميز بيها الحية السامة عن الحية الما سامة، هي مو قواعد ثابتة بس نقدر نميز بيها. الحية اللي عيونها داخلها بؤبؤ دائري، أفعى غير سامة. العربيد اللي تطلع عليه إشاعات هو حية ما سامة، بالعكس مفيدة تواجدها بالمزارع وبالمناطق، لأن تقضي على الأفاعي السامة وعلى القوارض وتخلصك من الجرذان وما إلى ذلك.